بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله سنقوم بتصحيح امتحان الوطني مسلك العلوم الفيزيائية الدورة العادية 2020، يعني امتحان ديال السنة الماضية. بداية نشوف أشنو قالوا لي في هذا الجمل هنا. تحقيق مثلا هنا تقولوا لي يسمح باستعمال الحاسب العلمية غير قابلة للبرمجة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أي الحاسبة قابلة للبرمجة هي تعتبر طبيعة الحال غير قانونية. تحقيق يعني حالة غش، حالة بحال الهاتف النقال. تحقيق إذا نتفادوا المشكلة هذا ونشوفوا كالكولاتريس سيونتيفيك. كذلك الملاحظة المهمة اللي خاصني نقراها هي هذه، تعطى التعابير الحرفية قبل التطبيقات العددية. كيف؟ أنا ملي تنخدم التمرين ديالي بطبيعة الحال تندير الطريقة، يعني منهجية كيفاش نجاوب على السؤال. تحقيق إذا تندير الطريقة تنوصل في الأخير لواحد العلاقة، هذيك العلاقة اللي تنوصلها خصني نقطعها قبل ما ندير التطبيق العددي. تحقيق لأن بصفة عامة فالجواب على السؤال يتم عبر مراحل. تحقيق المرحلة الأولى تطبق القاعدة، إذا كان شي ديمونستراسيون ولا برهانة تنديرها باش نوصل لواحد العلاقة. من نوصل لهذيك العلاقة خصني بطبيعة الحال نضطروا ندير تطبيق العددي. هادشي غنشوفو بطبيعة الحال في الأجوبة. بداية خصني نطلع على الامتحان ديالي كامل، يعني جميع التمارين. عاد نشوف شنو التمرين اللي غنبدا منه. وكنصيحة دائما خصني نبدا بالتمرين اللي تيبان لي بسيط بالنسبة ليا أنا. أنا قبل ما نطلع على الامتحان ديالي كامل تيكونوا عاطيني شحال ديال التمارين اللي كاينين في الامتحان. أول شيء تنقوم به هو أنني تنقرا شحال ديال التمارين عندي، يعني التمرين الأول، التمرين الثاني، التمرين الثالث، التمرين الرابع، والتمرين الخامس، يعني باش نتأكد بلي أن الأوراق ديال الامتحان اللي عطوني فيهم جميع التمارين. تحقيق مثلا ما عنديش شي تمرين ناقص ولا شي ورقة معاودة جوج مرات إلى آخره. إذا هذه الأمور اللي خاصني نتفاداها، ماشي حتى نبدا نخدم مثلا وتلقى مثلا واحد الورقة مضوبلة جوج مرات ولا آخره عاد نبقى تنقلب. لا، في حينه تنقرا التمارين ديالي طبيعة الحال هنا وما ما تيكونوا كاملين. مثلا هنا التمرين رقم واحد عندنا دراسة محلول المائي بالأمونياك، وفي نفس التمرين عندي الجزء الثاني اللي هو دراسة عمود الفضة وكروم. هذا الكيمياء، الكيمياء اللي سبعة ديال النقاط. من بعد تيجي التمرين ديال الموجة ثلاث نقاط، ثم التمرين ديال الفيزياء النووية وتفتت البولونيوم. التمرين رقم أربعة يعني خمسة ديال النقاط هو الكهرباء. إذا هذا الكهرباء في جوج ديال الأجزاء، الجزء الأول ثنائي القطب الرعيل من رتبة التوتر، والجزء الثاني هو دراسة خموض وصيانة تذبذبات في الدارة ار ال سي. من خمسة خاص بالميكانيك، دراسة سقوط الرأس الكرية في سائل لاسيش. تقريبا التمرين الأول دراسة محلول مائي للأمونياك. الأمونياك إن أشتروا غاز قابل للذوب في الماء، ينتج عند ذوبانه محلول مائي قاعدي للأمونياك. تقريبا تستعمل بعض المحاليل التجارية للأمونياك كمواد منظفة بعد تخفيفها. يهدف هذا الجزء من التمرين إلى دراسة محلول مائي للأمونياك. نخفف 100 مرة محلولا تجاريا S0 للأمونياك لتركيز S0، فنحصل على محلول مائي SB حجمه VB، حجمه V بصفة عامة. عندي المعطيات، جميع القياسات تمت عند درجة الحرارة 25 درجة سلسيوس، جدا الأيوني للماء كأو تقال 10 أس ناقص 14، معايرة المحلول اس بي يعني المحلول اللي حضرناه بعد عملية التخفيف، نعاير بتتبع تغيرات بي اش قل حجم في بي. إذن هذا هو الحجم اللي حصلنا عليه بعد التخفيف من محلول مائي اس بي ذي تركيز سي بي بواسطة محلول مائي اس ا، تركيزه هو سي سي ا. قل أمثل منحنى الشكل واحد تغيرات بي اش بدلالة الحجم في ا، يمثل منحنى الشكل واحد تغيرات بي اش بدلالة في ا. لأن هو الشكل واحد ديال العمودية عندي بي اش، وأفقيا عندي الحجم في ا، يعني المحلول ديال الحجم اللي هو حجم كوبريك اشترو بلس بلس سي ان وان. قل المضاف من المحلول اس ا، يعني المحلول الحمضي. إذا في هذه الحالة هذه شنو عندي؟
عندي معايرات قاعده بحمض. هذاك الشيء علاش المنحنى ديالي تناقصي. علاش؟ لان قمنا بمعايره قاعده بواسطه حمض. تفقد اذا السؤال الاول اكتب معادله التفاعل الحاصل اثناء المعايره. صافي يعني اش تو بلس مع ان اش تو بلس تو. اكتب عند التكافؤ العلاقه بين سي بي وسي ا وفي بي وفي ا او، بحيث في ا او الحجم المضاف من المحلول اس عند التكافؤ. السؤال 3-1 بين ان التركيز المحلول اس بي هو 6.10 اس ناقص 2 مول بار لتر، ثم استنتج سيزر. السؤال 4-1 يبين كواشف ملون التالي، اختر كاشف ملون المناسب لانجاز هذه المعايره. عندي جدول، عندي الهيليانتين، عندي احمر ميثيل، وعندي الفينول فتالين. قل اذا نجاوب على الجزء الاول ومن بعد نمرو للجزء الثاني. السؤال الاول معادله التفاعل طبعا عند معايره اس بي. اذا اس بي هو ان اش الذي تمت معايرته بمحلول حمض كلوريدريك الذي يمثله اش تو بلس، بحيث سائل موان لا يشارك التفاعل هو الدور ديال المتفرج طبيعه الحال. اذا اش تو بلس تعطينا ان اش 4 بلس من واحد البروتون. اش تو بلس غيفقد واحد البروتون اللي غيكتسبو ان اش تو باش يعطينا ان اش 4 بلس. اذا ملي غيفقد واحد البروتون غيبقى عندو اش جزء الماء. طبعا هاد الحل الماء دائما نو ليطا ليكيد. تخي بيان لا دوزيام كيستيون. مزيان السؤال الثاني عند التكافؤ لدينا ماذا لدينا؟ كمية مادة ان اش تروى تساوي كمية مادة ان اش تروى او بلس قل، يعني ماذا تكافئ؟ إذا كمية مادة ان اش تروى هي سي بي في بي تتساوي كمية مادة ان اش تروى من الحمض تتساوي سي ا في ا عند التكافؤ. من هذه هي العلاقة عند التكافؤ. السؤال الثالث طبعا هنا جوج وحدهم. إذا 3-1 تركيز اس بي حسب علاقة التكافؤ سي بي تساوي سي ا في ا عند التكافؤ على في بي. حسب المنحنى إذا باش نحددو نقطة التكافؤ
اولا نرسم العمودي، طبيعة الحال نرسم تستعمل المثلث باش ترسمو زاوية قائمة هنا طيب. اي بلاصة هنا نرسمو واحد مستقيم طيب، يكون عمودي بهذا الشكل هذا طيب. ونرسم الموازي، ولكن بشرط ان المسافة ما بين هذا المستقيم اللي غنرسم وهذا المستقيم هذا هي نفس المسافة بين المستقيم نفسه وبين هذا المستقيم هذا طيب. إذا غالبا انطلاقا من الشكل ديالنا فنقطة التكافؤ غتجي هنا، تغطينا بها نقطة التكافؤ نقطة التكافؤ أو هي هادي، هادي هي أو، وبالتالي فالحجم ديال الإسقاط ديالها هو هذا. إذن هذا هو في أ أو، وهذه هي بي أش طيب. بي أش تساوي 6 و في أو تساوي 15 ملم. إذن حسب المنحنى في أ أو تساوي 15 ملم. إذا تطبيق العددي CD تساوي إذا 10 أس ناقص جوج ضرب 15 ملم مقسومة على 15 ملم، ما غاديش نحتاج نحول، بالتالي هو 10 أس ناقص جوج مول نفس القيمة اللي عطاونا في السؤال حسب علاقة التخفيف. إذا سي صفر على سي بي تساوي 100 مرة، سي صفر تساوي 100 سي بي، إذن 100 ونضربها في 10 أس ناقص جوج، طبيعة الحال هي 1 مول بار لتر. نمر إلى السؤال الرابع، إذا عطوني الكواشيف، إذا حسب المنحنى بي أش هذه هي 6، إذا غنقلب من بين الكواشيف الملونة، شكون هو الكاشف الملون؟ اللي ستة تنزل منطقة الانعطاف ديالو، بالنسبة للهيليوم بين منطقة الانعطاف ديالو ما بين 3 و 4.4، إذا ما تنتميش ليها. أحمر المثل 4.2 و 6.2، إذا أحمر المثل 4.1 حسب المنحنى أو مبيانيا بطبيعة الحال بي أش تساوي 6، وبما أن 6 محصورة ما بين 4.2 و 6.2 إذن الكاشف المناسب هو أحمر المثل. نمر إلى السؤال الثاني، ثانيا لدينا بي أش تساوي 10.2 حسب المعطيات ديال التمرين طيب. بي أش السؤال هو اكتب معدل التفاعل بين الأمونياك والماء، إذا 2.1
الأمونياك والماء. إذن NH 3 plus H 2 O liquide. إذن تقتل NH 4 plus plus H O moins. سؤال جوج، احسب التركيز المولي الفعلي لأيونات الهيدروكسيد H O moins في المحلول الأسيدي. إذا جوج تركيز H O moins. حسب علاقة الجلداء الأيوني للماء كأو تساوي تركيز الأشطرة أو بلس تركيز ديال H أو موان، يعني تركيز ديال H أو موان تساوي مع ك أو التركيز ديال H طوا أو بلس قل تساوي أمبليك تركيز ديال H أو موان تساوي مع ك أو على 10 أس ناقص بي إتش. قل لأن بي إتش تساوي ناقص لوغاريتم ديسيمال دو إتش 3 أو بلس. ألوغ إتش 3 أو بلس تساوي 10 أس ناقص بي إتش. قل إذا تطبق العددي تركيز دو إتش أو موان تساوي 10 أس ناقص 14 مقسومة على 10 أس ناقص 10 أس إلى 6 7 ونقطة ونقطة. تقريبا التنصيب مع 10 أس إلى 6 ماشي جوج تقريبا 3 أس إلى 98 10 أس ناقص 4 مول بار لتر. إذا 3 جوج نسبة تقدم نهائي. إذا باش نحسب نسبة التقدم النهائي تو نعرف هو إكس فينال ولا إكس ماكس. إذا باش نحددو إكس فينال وإكس ماكس خصنا نعرفو المنصب جدول الوصف. باش نحدد اكس فينال و اكس ماكس سنرسم جدول التقدم.
إذا معدل التفاعل NH 3 plus H2O أكيد دائما تكون بوفرة تقل إذا تعطينا NH 4 plus زائد H أو مو إذا بما أن الماء بوفرة فإن المتفاعل المحيط هو الأشتراك إذن يعني أن CB فـB ناقص X ماكس يساوي صفر أي X max تساوي CB في V و حسب الجدول طريقة الحل N X final تساوي N H أم final إيه؟ إذا تتساوي la concentration de H au moins في V. Terminons. Taux du service X final la X max tu savais mata. إذا tu savais X final هي concentration de H au moins تضغط في الفوليم طبعا نتكلم على الحجم الكلي مقسوم على السي فوا بي اذا نختزلو بالفيو غتبقى لنا اش او موان مقسوم على سي تطبيق العددي تساوي اذا اش او موان 3.98 10 أس ناقص 4 مقسومة على CB يعني التركيز ديال القاعدة اللي هو 10 أس ناقص 2 إذن تساوي 3.98 10 أس ناقص 2 يعني تساوي 3.98 في المئة إذا 3.2 التحقق من قيمة PR عند التكافؤ إذن حسب المعادلة QR عند التكافؤ تساوي التركيز ديال NH 4 بلس التركيز ديال H أو موان على التركيز ديال NH 3 حسب الجدول الوصفي فتركيز تركيز ديال NH
4 plus الرجل جدول لأن أش 4 plus هي هذه تساوي لنا x equilibre تقل تساوي x equilibre عند التوازن تسمى على نعش وكذلك إذا استطعنا تعرف على الكونسنتراسيون دو اش او موان تلقى من جدول طبيعة الحل الإكيليب هي كمية المادة عند التوازن مقسومة على الحجم وكذلك تلقى من جدول إن اش طلع الإكيليب تساوي سي بي دوبل في ناقص إكس الإكيليبر على الفوليوم تساوي كذلك سي بي غنختزلو بافي هنايا ونفرقو طبيعة الحال بسطين إذن إكس إكيليبر على هذا إذن نعوضو كي آر إكيليبر إذن كي آر الإكيليبر يساوي إن أش 4 بلس إكس إكيليبر على الحجم مضروبة في أش أو موان هي إكس إكيليبر كذلك على الحجم مقسومة على سي بي ناقص إكس إكيليبر على الحجم إذا تساوي بمعنى نتوفر على تركيز اش او موان اذا ما نخدمو باش او موان تقل اذا اش او موان تركيز اش او موان اس 2 على سي بي ناقص تركيز دو اش او موان تطبيق العددي اذا كي ار الاكيليبر تساوي إذا أش أو موان هي 3.10 أس ناقص 4 أس 2 مقسومة على 10 أس ناقص 2 ناقص 10 أس ناقص 4 بالعدد الذي تساوينا أس ناقص 5 نتساوي 1.65 و 10 أس ناقص 5 و 5 جوج قيمة إيكارا إذا باش نبينو و نتأكدو من القيمة ديال بيكا أ هو نفس نلقاو التعبير ديال بيكا بيكا أ إذا غنطلقو من كي بيغ أليكيليب اللي هي التقدير ديالها شفناها في السؤال السابق هي ان اش 4 بلس لا كونسنتراسيون دو اش او موان على كونسنتراسيون دو ان اش 3 اشنو غنديرو هنايا غنضربو التركيز ديال اش 3 بلس ونقسمو على التركيز ديال اش 3 بلس وغنحاولو نخرجو بيكا أ من هاد التعبير هذا. أشنا هي بيكا أ مسبقا تنعرفوها هي لا كونسنتراسيون دو إن أش 3 لا كونسنتراسيون دو أش 3 بلس على لا كونسنتراسيون دو إن أش 4 بلس إذا نحاولو نكتبو هاد التعبير هذا صافي إذا تيساوي نخليو التركيز ديال أش أو موان ونضربو في التركيز ديال أش 3 بلس صافي نخليو كذلك المقام كما هو من اش 3 التركيز ديال اش 3 بلس ولكن هذه التركيز ديال اش 4 بلس غيرجع للمقام الثاني صافي يعني غندبقوا القاعده ديال ا على بي على سي على دي هو ا على بي في دي على سي صافي اذا هي التركيز ديال ان اش 4 بلس صافي إذا تساوي ماذا؟
بالتالي ف Q دو R عند التوازن هي هذه طبيعة الحال هي ك E وهذه هي ك إذا تساوي ك E على ك ك تساوي ماذا؟ ك تساوي ك E على ك R الكليب تقيم. إذا باش نحصلو تعرفوا أن سوينا مال لوغ دوكا إذا ندخل اللوغ على هادي إذا مال لوغ دوكا غادي تسوينا مال لوغ دوكا أو لا كي إر الإكيليب إذن بكاء تساوي موان لوغ بكاء على كي إر الإكيليب تطبيق العددي بكاء تساوي موان لوغ عشرة أس ناقص 14 نقسم على كي إر الإكيليبر اللي هي 1.65 عشرة أس ناقص 5 سبق لنا حسبناها في السؤال السابق. طيب إذا نستعمل الآلة الحاسبة سلاش ننظر إلى الجزء الثاني. إذا الجزء الثاني دراسة عمود فيتا كروم، يعني يهدف هذا الجزء إلى دراسة عمود كهرباء كيميائي. يتكون هذا العمود من إلكترود من الكروم السائر، هو مغمور في محلول مائي لنترات الكروم 3 السائر 3+3 أو 3-. إلكترود من الفضة Ag مغمور في محلول مائي لنترات الفضة Ag++N3-. قنطرة ملحية، يعني هذه القنطرة الملحية نركب موصل الأمين على التوالي مع أمبيرمتر ونعرض ثنائي القطب المعصر عليه بقطعي العمود كما تلاحظون في الشكل. يشير الأمبيرمتر إلى مرور تيار كهربائي في دارة شدته ثابتة. نلاحظ بعد اشتغال العمود لمدة دلتا تي تناقص لكتلة إلكترود الكروم. الكتلة ديال هاد الإلكترود غتنقص وتوضع على إلكترود الفضة. إذا المعطيات عندنا الكتلة المولية ديال الكروم هي 52 غرام بالمول، يعني 1.96500 كولوم بالمول. السؤال الأول، أي الإلكترود الذي لعب دور بالمول؟ على الجواب. السؤال الثاني، مثل التبيانة الاصطلاحية لهذا العمود. السؤال الثالث، اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود المعادلة الحاصلة لا اشتغل العمود. والسؤال الأخير، علم أن كمية الكهرباء Q مستعملة خلال المدة دلتا T هي 5.76 كولوم، حدد التغير دلتا T من كتلة الكروم. الإلكترود الذي يلعب دور الأنود، بما أن كتلة إلكترود
الكروم تتناقص، هذا يعني أنه يتعرض للأكسدة. إذن فهو يلعب دور الأنود. السؤال الثاني، التبيانة تتلحيا للعمود، إذن بما أن الكروم يلعب دور الأنود دائما ممثل ديال اصطلاحية العمود، على اليمين تكون عندنا الكاثود وعلى اليسار تكون عندنا الأنود. إذا انطلق من السؤال الأول، فالذي يلعب دور الأنود هو إلكترود الكروم، إذا سائر كروم بلس سائر سوليد. طبعا الحل الذي سيلعب دور الكاثود هو الجي بلس. أجي صفت نصف المعادلة، والمعادلة حاصلة. عند الأنود نتكلم عن ماذا؟ عن الأكسدة، والذي تعرض للأكسدة هو إلكترود الكروم. إذن عندما نقول أكسدة فيعني أن سائر سوليد سيتحول إلى أيونات الكروم، سائر تروا بلس. بالتالي فدائما في الأكسدة الإلكترونات تكون على اليمين، إذا ثلاثة هما عندي ثلاثة ديال الشحان الموجبة، وبالتالي ثلاثة ديال الشحان السالبة. عند الكاثود يحدث الاختزال، اختزال ماذا؟ إذا اختزال أيونات الفضة. بلس او موان ربطنا الجي سوليد. إذن بما أن نصف المعادلة الأولى عندي ثلاثة الإلكترونات، إذن خصني حتى حنا ثلاثة الإلكترونات، بالتالي خصني نضرب المعادلة كلها في ثلاثة، لأن عندي ثلاثة الشحان السالبة، بالتالي خصني ثلاثة الشحان الموجبة، يصبح عندي ثلاثة ديال ذرات الجي، إذن خصني بطبيعة الحال نضرب الجي كذلك في ثلاثة. يكون عندي السائر سوليد زائد ثلاثة أرجي بلس تعطيني السائر تروا بلس، وهي طبيعة الحال زائد ثلاثة أرجي سوليد. رابعا تغير ثلاث الكترود الكروم دلتا ام. باش نحسب دلتا ام يمكن ان نعتمد سواء على نصف المعادله ديال الكروم الكترود الكروم، او كذلك المعادله ديال او كذلك جدول الوصف المعادله الحصيله.
الشرط هنا اللي خاصة تحققه هو أن خصي موازن لمعادلتي، تفقيل معادلة ستكون موازنة، يعني عدد الإلكترونات ستكون موازن في نصف المعادلة الأولى في المعادلة الثانية، يعني معادلة حصري حصيرة. تفقيل إذا اعتمدنا على نصف المعادلة الجدول الوصفي لنصف المعادلة التي تحصل في إلكترون الكروم رقم من الجدول طبيعة الحل، إذا المطلوب لنا هي تغير ديال كتلة إلكترون الكروم دلتا إم تساوي إم فينار مو إم إنيسيال، يعني دلتا إن هي إن كذلك فينار ناقص إم إنيسيال تساوي إن إنيسيال ديال سير ناقص X ناقص طبيعة الحال إن إنيسيال ديال سير، إذن إنيسيال معين إنيسيال تتساوي لأن طبيعة الحال دلتا إن تتساوي ناقص X تتساوي دلتا إتش نهاية هي دلتا إن على إن ديال سير. قم إذن دلتا إن تساوي ماذا؟ ناقص X ضربة إن دو سير. ونعلم أن كمية الكهرباء Q تساوي A في المدة الزمنية تساوي N كمية مادة الإلكترونات، كمية مادة الإلكترونات في F. عدد الإلكترونات المتبادلة هي 3 إلكترونات، كمية مادة الإلكترونات هي 3X، إذن 3X F، أي أن X تساوي ماذا؟ تساوي K، تساوي كمية كهرباء مقسومة على 3F. إذن دلتا إن تساوي ناقص K على 3F كتلة الكهرباء. إذا تطبق الأعدادية دلتا إن تساوي إس 0.79 مضروبة 52 مقسومة على 3.96050. إذن باستعمال الآلة الحاسبة تساوي ناقص 1.014 × 10³³ غرام، اللي تساوي ناقص 1.04 ملي غرام. نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، يعني نكتفي بالكيمياء. في الفيديو المقبل إن شاء الله سنقوم بتصحيح التمرين الأول في الفيزياء. إذا مزيدا من التركيز والعمل، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله.